السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. معكم أستاذ محمد أبو سري من دارس النظم الحديثة. إن شاء الله أن اليوم إحنا بنكمل على البحث العاشرة، قطعة Stepping into the Business World. في الأكتيفيتي بوك راح تكون في صفحة 51، في الدوسية راح تكون في صفحة 121. بتمنى من الجميع أنه يحضر نفسه ويفتح على البحث العاشرة، سواء كان الكتاب أو الدوسية وقطعة Stepping into the Business World. بداية نبلش إحنا في الفوكابولاري زي ما تعودنا. أول كلمة هي pensions. Pensions هو الراتب التقاعدي، راتب الضمان. هي money that you save to pay when you are old. To pay when you are old. To pay when you're old. Web inquiries هي التساؤلات أو الاستفسارات عن طريق الإنترنت. Calculations هي work with numbers. Working with numbers. To work with numbers هي العمليات الحسابية، الحسابات أو العمليات الحسابية. Recruiting هو finding new أو suitable employees، هو التوظيف، يعني الـ HR. Finding suitable هو إيجاد الموظفين المناسبين. Marketing هو التسويق أو الترويج. Promoting your product. Finding customers. Promoting your product. بتكفينا. نبلش الآن إحنا في القطعة، والفقرة الأولى بتقول عنا Business Studies، يعني هي دراسة الأعمال أو اللي هي بنسميها إدارة الأعمال. is a popular choice هو خيار شائع، خيار دارج بين الطلاب. for students who are choosing a degree، للطلاب اللي بدهم يدرسوا في الجامعة. in the UK في بريطانيا، يعني كثير من الطلاب بيختاروا تخصص إدارة الأعمال في بريطانيا بعد ما يتخرجوا من المدرسة. after graduating بعد ما انهم يتخرجوا. some go on to further study، بعض من هذول الطلاب بيروحوا ل اللي هي الدراسة، الدراسات العليا، يعني بده يروح يدرس ماجستير، اذا بكمل هو الدراسة. لكن معظم الطلاب take up employments، يعني لكن معظم هذول الخريجين بيروحوا لسوق العمل او ميدان العمل. اذا لو اجاني سؤال يقول لي شو الطلاب بيعملوا بعد ما يتخرجوا، طلاب إدارة الأعمال، بنقول some go on to further study. ولكن في عندنا كمان الخيار الثاني هو most of them take up employments، بعض منهم او كثير منهم بروحوا يشتغلوا. طبعا احنا بنقدر هون نرقمهم زي ما انا برقم لك اياهم، او بنقدر نكتب الجملة كاملة بدون ارقام. many large companies، كثير من الشركات الكبيرة. offer graduate training schemes، كثير من الشركات الكبيرة بتطرح او انها بتعرض عندنا اللي هي برامج تدريبية. training schemes برامج تدريبية، هاي البرامج التدريبية للخريجين، للخريجين. الويتش هون أكيد راح ترجع على البرامج التدريبية، إذا الويتش هي البرامج التدريبية. هاي البرامج التدريبية هي kind of a parentship، kind of a parentship هي نوع من، خلينا نقول التدريب المهني. يعني كثير إحنا من التخصصات عندنا بتتطلب من الطلاب في الجامعة أنهم يروحوا يتدربوا عملي، هذا هو اللي بنسميه التدريب العملي. بنكمل بنقول we went to meet 20-year-old Ricky Miles، احنا راح نلتقي الان، راح نقابل نلتقي ب شاب هو ريكي مايلز. ريكي مايلز عمره 22 سنه. هو is about to graduate in the subject، هذا ريكي هو راح يتخرج في هذا الموضوع. in the subject اي subject اكيد راح يكون اللي هو البزنس ستاديز. اذا هون البزنس ستاديز هي نفس السبجكت اللي احنا قاعدين نحكي عنه، اللي راح يتخرج منه ريكي مايلز. الان بنسال ريكي سؤال، بيقول how long have you been studying business studies ريكي، قديش انت صار لك عم تدرس في هذا التخصص يا ريكي. بيجاوبنا ريكي بيقول it's a 4-year course، يعني هذا التخصص هو 4 سنوات، هو 4 سنوات including، من ضمن هاي الأربع سنوات راح يكون في عندي two periods. إيش يعني؟ فترتين. هذول الفترتين بسموهم work experience، اللي هي قلنا التدريب العملي. فترتين من التدريب العملي، كل فترة each one، كل فترة من هاي الفترات lasted 6 months، كانت مدتها 6 شهور. إذا هو خلال الأربع سنوات هذول لازم يأخذ فترتين تدريبيات، كل فترة من هذول الفترات لازم تكون 6 شهور. but في عنا شرط، they were not in the same year، ما بصير إننا نأخذهم في نفس السنة.
ما بصير ناخذهم بنفس السنه. يعني اذا اخذت انا 6 شهور بالسنه الثانيه بقدر اخذ ال6 شهور بالسنه الثالثه، لكن ما بصير اخذ ال6 شهور الا الفتره الاولى وال6 شهور للفتره الثانيه، خلينا نقول في السنه الثانيه مع بعض. Then what exactly have you studied over those 4 years? طب شو انت درست بهال4 سنوات اللي انت قضيتهم في الجامعه؟ Quite a lot. كثير. من الامثله على الاشياء اللي درسها؟ Maths. Maths اللي هي الرياضيات، Accounting اللي هي المحاسبه، Finance ماليه، Economics اللي هو الاقتصاد، كمان عندي Marketing تسويق، عندي Sales مبيعات، وعندي I also did a course in management إدارة، وعندي كمان advertising، وعندي IT. كل هاي كانت كورسات هو أخذها، كورسات دراسية في الجامعة. إذا لو جينا إحنا نرقمهم نلاقيهم عندنا أكثر. إحنا في امتحاننا مش راح يطلب منا أكثر من 3 أو 4 على خلينا نقول أبعد الحدود، راح يطلب مني 4. لو كتبت له أي 3 أو أي 4 من هذول أو 2، إذا كان الطلب 2 نكتب له أحد هذول المواد اللي درسها. نرجع إحنا بنقول إذا هو درس كثير من المواد، منها الرياضيات، منها الأكاونتينج اللي هي المحاسبة، الفاينانس and economics مالية واقتصاد، درس الماركتينج هو التسويق، sales اللي هي المبيعات. 2 I also did a course in management. كمان أخذ في كورس بالمانجمنت، المانجمنت اللي هي الإدارة. أخذ كورس في المانجمنت اللي هي الإدارة. Which is about. هذا الكورس تبع الإدارة كان عن recruiting and management and managing staff. إذن هذا الكورس تبع المانجمنت كان عن recruiting اللي هو التوظيف، كلمة أخذناها بالفوكابيولري. 2 كان عن managing staff. إذن هذا كورس المانجمنت كان عن ريكروتينج وكان أيضا عن مانجينج ستاف. لو أجاني إحنا بقول لي هذا الكورس تبع المانجمنت كان عن شو، أعطينا شغلتين هو أخذهم فيه أو مثلين، بنقول هو الريكروتينج ومانجينج ستاف. And how to deal with conflict. إذا طلب مني 3 بنكمل بنقول الثالثة راح تكون how to deal with conflict، يعني كيف إحنا نحل المشاكل أو عن حل المشكلات. إذا هاي إحنا بيكونوا عندنا هذولا الثلاثة كلهم لهم علاقة بالكورس المانجمنت اللي أخذوا اللي هو كورس الإدارة. And of course كمان أخذ كورس في الدعاية، advertising هو الدعاية. كمان we all had to do، كان إحنا لازم نأخذ كمان كلياتنا كورس في الIT اللي هو الinformation technology. بنكمل قطعتنا. بنقول what did you most enjoy about the degree؟ شو أكثر شيء أنت استمتعت فيه خلال فترة دراستك في الجامعة؟ The work experience. Definitely. بالتأكيد كانت هي الخبرة العملية. إذا الخبرة العملية كانت أكثر شيء هو استمتع فيه خلال دراسة ال4 سنوات في الجامعة. I learned so much. تعلم كثير. Both times. شو يعني both times؟ كلا الفترتين. إحنا كنا قايلين إنه الفترة هاي التعليمية أو التدريبية هي فترتين، كل فترة عبارة عن 6 شهور. إذا هذول هن البوت تايمز اللي عم يحكي لنا عنهم بريكي. And of course it looks great on my curriculum vitae. إذا مش بس هو استمتع فيها، مش بس هو استمتع فيها، كمان هاي راح تكون it looks great وين؟ على سيرته الذاتية. راح تكون لما أنا بدي أجي أقدم لأي شركة وأنا خريج جديد وأقول والله أنا في عندي سنة خبرة اللي هم الفترتين، مش راح تكون زي واحد أكيد كان بس يدرس في الجامعة وتخرج وعم بتقدم لوظيفة معينة. One of the companies، أحد الشركات offered. Offered بمعنى عرضت. Offered me paid work، عرضوا علي عمل مدفوع الأجر. إمتى؟ بالصيف الماضي. عمل مدفوع الأجر أكيد لأنه إحنا بالفترات التدريبية أو هاي الفترات التدريبية ال6 شهور وال6 شهور اللي هو حصل فيها على خبرة عملية كانت بدون مقابل، يعني ما بيدفعوا هم للطلاب اللي جايين يتقدموا وياخذوا خبرة عملية لأنه بيحصلوا من خلال هاي على علامات في الجامعة. إذا هو متطلب جامعي. So I managed. إذا So I managed يعني من خلال عملي في هاي الفترة الصيفية
to get even more experience that way. إذا هو بهذه الطريقة حصل على كمان خبرة أكثر عنده، صار الفترتين اللي هو كانت متطلب جامعي بالإضافة للعمل اللي حصل عليه خلال الفترة الصيفية. Also, I wouldn't have had much money last year if I hadn't had that job. كمان بالإضافة لخبرة إضافية، كان لو أنا ما حصلت على هاي الوظيفة كان ما راح يكون معي مصاري، ما راح يكون معي مصاري حتى إني أصرف على حالي أو whatever لو ما حصلت على هذا العمل. بنكمل مع ريكي بنقول what kind of company was that؟ إذا السؤال الآن هو عن الشركة اللي عرضت عليه العمل. And what did you do there؟ شو أنت كنت تعمل هناك؟ It was a company that provides. هاي الشركة كانت شركة بتقدم. إيش بتقدم؟ Financial products، يعني منتجات خدمات مالية. هاي الخدمات المالية عليها أمثلة savings and pensions، يعني مدخرات ورواتب تقاعدي اللي قلنا عنها قبل شوية زي الضمان الاجتماعي. إذا لو قلنا شو هاي الشركة مختصة في شو، بنقول هو savings والpensions كمثالين عليها mostly على الأغلب. At first I just shadowed. في البداية أنا كنت فقط أتبع. shadow بمعنى ظل، يعني بمشي مع واحد وكأني ظله، وكأني ظله أتعلم منه. إذا قلنا at first I just shadowed different people. في ناس مختلفين أنا كنت أتبعهم، watching what they were doing، وأتعلم منهم شو هني قاعدين بيعملوا. إذي هنا أكيد راح ترجع على different people، على different people اللي أنا قلت كنت راح أتبعهم أو إني أنا بتبعهم. Watching what they were doing، قلنا بتعلم منهم بشوف شو هني عم بيعملوا. Then I did quite a lot of checking for them. وكمان كنت أعمل كثير تشييك على أعمالهم، تدقيق على أعمالهم بالنسبة لهذول الناس اللي أنا كنت أتبعهم. كمان الدم بدأ ترجع للdifferent people، you know, checking their calculations. هنا كلمة you know هي slang، يعني زي ما أنت عارف مثلا تشييك على حساباتهم، calculations هو الحسابات، هذا مثال على الأشياء اللي أنا كنت أعملها. When I went back in the summer، لكن لما رجعت لهاي الشركة في السمر، تذكرين شو قلنا لما عرضوا عليه العمل اللي بدهم يدفعوا له فيه مصاري. لما رجع لهناك I was in the sales department، كنت في دائرة المبيعات. My job was to follow up web inquiries. شو كانت عملية شغلته هناك؟ كانت شغلته to follow up. لو أجا قلنا شو كان شغله، بدنا نقول to follow up web inquiries، إني أتبع أجاوب أرد على التساؤلات أو الأسئلة اللي تجينا عن طريق الإنترنت. وكمان send out further information، إني أبعت معلومات إضافية ل clients محتملين، اللي هم عملاء محتملين، يعني ممكن يجوا يعملوا عنا شغل في هاي الشركة اللي أنا بشتغل فيها. إذا هون قلنا من الأمثلة عليها راح تكون اللي قلنا to follow up web inquiries، وتنين راح يكون to send out further information، إني أنا أبعت معلومات إضافية. I enjoyed it. أنا استمتعت في هذا العمل. And I wouldn't have had that opportunity. وما كنت راح أحصل على فرصة زي هاي. أني فرصة have had that opportunity. إيش هي الفرصة؟ فرصة إني أحصل على عمل مدفوع الأجر بالصيف. If I hadn't done the work experience first. لو أنا ما عملت اللي هي الخبرة العملية من خلال الجامعة. إذن هو في البداية حصل على الخبرة العملية من خلال الجامعة، وبناء على هاي هو أجته فرصة العمل في الصيف بعمل مدفوع الأجر. بنكمل What are you planning to do next؟ طيب أنت شو راح تعمل الآن؟ شو خطوتك التالية؟ بيقول لريكي I have just applied. Applied بمعنى قدم. أنا قدمت for a job with a bank، لوظيفة مع بنك. I have the right qualifications. Right qualifications، qualifications ما قلت معنا أكثر مرة، بمعنى مؤهلات. Right qualifications المطلوبة الصحيحة، يعني اللي هي المطلوبة لهذا العمل. But I know there will be a lot of other applicants. لكن أنا بعرف إنه في عندي راح يكون طلاب، راح يكون في عندي ناس كثير تقدم لهذا العمل، مش راح يكون ريكي الوحيد اللي قدم طلب لهذا الشغل. إذا شو هو لازم يعمل؟ He will just have to wait and see if he gets an interview. بده يوقف، بده يستنى ويشوف إذا إنه بيحصل على مقابلة.
بعد ما يحصل على المقابلة هو لازم he will have to prepare really carefully for it، يعني لازم إنه يجهز نفسه ويحضر حاله لهاي المقابلة. إذا شو هو راح يعمل بعد ما قدم الطلب لهاي الوظيفة؟ بنقول واحد he will have to wait and see if he gets an interview، واثنين راح يكون he will have to prepare for the interview very carefully. هيك بتكون خلصت عندنا القطعة. ننتقل الآن إلى الأسئلة اللي هي الكومبرهنشن تيست اللي بالعادة إحنا بنحله بعد كل قطعة. راح نحل أنا بس أول سؤالين أو ثلاث أسئلة، بعدها أنت بتكمل اللي بتكملوا الأسئلة إن شاء الله لوحدكم. Business Studies يعني إدارة الأعمال أو دراسة الأعمال للستودنتس طلاب دراسات الأعمال should do some courses to get a degree. لازم انهم ياخذوا كورسات معينه حتى يحصلوا على شهادتهم. write down two examples. وقلنا هون ممكن يكون 3 ممكن يكون 4 يعني حسب السؤال، ممكن يكون 3 ممكن حتى انه يكون عندي 4 حسب السؤال انا بعطي الاجابه. في عندي كثير امثله اللي هو عندنا ماتس، عندنا accounting، عندنا finance، عندنا economics، marketing، sales، أي تنتين ثلاثة أربعة حسب السؤال بيكون إجابتي إن شاء الله صحيحة. السؤال اللي بعده بقول according to the text، بالرجوع إلى القطعة اللي موجودة عندنا، Ricky has to follow some steps to get a job with a bank. شو راح يعمل؟ يعني إيش اللي راح يسوي ريكي بعد ما حتى يحصل على وظيفة في هذا البنك؟ write down two of these steps. بدنا نكتب هاي الستبس، وهي كانت في آخر شيء، آخر قطعة، آخر فقرة. بعد ما قدم هو الطلب، هسه هو شو لازم يعمل؟ He will have to wait. لازم يستنى وسي وشوف إذا هو بيحصل على interview. هذه راح تكون واحد. اثنين، إذا حصل على interview لازم يجهز لهاي الانترفيو كثير كويس حتى يضمن حصوله على الوظيفة. السؤال الثالث بقولنا there are two choices for students of business studies. في عندنا خيارين للطلاب اللي هم إدارة الأعمال. شو هن هدول الخيارين؟ نرجع إحنا هون للفقرة الأولى. إحنا كنا قايلين بالفقرة الأولى اللي Business Studies After graduating بعد ما يتخرجوا هدول الطلاب some go on to further study، بعض منهم بروح لدراسات عليا وبعض منهم أو الكثير منهم بيروحوا للعمل. إذا بتكون إجابتنا some go to further study but most of them take up employments، أو بنحط واحد some go into further studies و most go أو take up employments بتكون إجابة السؤال. الآن الجميع بيكمل الأسئلة، بقية الأسئلة، وبعد ما تخلص أنت أو أنتي بقية الأسئلة بترجع للأنسر كي اللي هو موجود في آخر الوحدة وبتقارن إجاباتك مع الأنسر كي. بتمنى من الجميع أنه ما يروح للأنسر كي إلا بعد ما يجاوب على الأسئلة، وإن شاء الله بتكون إجابة الجميع صحيحة وكاملة وبيحصل على العلامة الكاملة إذا كانت هاي القطعة هي اللي راح تجينا في امتحاننا الوزاري. الله يعطيكم العافية وإن شاء الله بنلتقي في القطعة القادمة.